فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أحيانا يسمع الشخص أصواتا في بطنه كصوت خروج الريح، فهل ينتقض وضوءه بذلك؟ لا، سمعت الحديث، مجرد الصوت في البطن ما ينقض الوضوء ما لم يخرج شيء يقينا ما هو بشك. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.